الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. حذر اتحاد الصناعات العراقية من تسرب منتجات ألبان إلى الأسواق العراقية تحمل تواريخ انتهاء صلاحية مزيفة. وقال عضو الاتحاد حيدر فرج إن إحدى الدول ترسل منتجات الألبان إلى العراق بصلاحية افتراضية، المنتجات لا تتجاوز 10 أيام ويجري تغيير تواريخ الانتهاء إلى 3 أشهر. وأضاف أن الشركات التابعة لوزارة الصناعة ما زالت معطلة، مشيرا إلى أن الشركات العراقية تمتلك خبرة كبيرة لكنها تواجه صعوبات في استنزاف أو في استئناف وتسويق إنتاجها بسبب الفساد والعمولات التي يحصل عليها البعض بفضل المستورد. أكدت وزارة الزراعة أنها بصدد تخفيف قيود الاستيراد للأسماك بعد مؤشرات ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي إن الأسماك سلعة غذائية مهمة للمواطن العراقي وهي تخضع لبرامج الرزمانة الزراعية، مضيفا أن الوزارة ستتجه لتخفيف قيود استيرادها إسهاما بإعادة أسعارها إلى معدلاتها الطبيعية بعد أن تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 11,000 دينار، بالتزامن مع قرار ردم البحيرات غير المجازة لمواجهة موسم الجفاف. وفي ذات السياق ذكر مدير عام دائرة الثروة الحيوانية بالوزارة وليد رزوقي أن ارتفاع الأسعار المحلية للأسماك عائدة بالدرجة الأولى إلى قرار قطع المياه عن بحيرات الأسماك المجازة في الأول من شهر تموز الحالي. أعلنت جمعية الدواجن في سليمانية نفوق نحو 40% من الدجاج في عموم مناطق كردستان العراق بسبب فيروس منتشر منذ 3 سنوات. وقال رئيس الجمعية ناظم عبد الله إن هذا الفيروس لا ينتقل إلى البشر، كما أنه يستمر لمدة أسبوع، وهناك فحوصات مستمرة من قبل اللجان المشتركة ودائرات البيطرة لمتابعة الدجاج المعروض في الأسواق لفحصه ومنع انتشار المرض. وحول كميات إنتاج الدجاج المحلي في كردستان، أوضح رئيس جمعية الدواجن أن الإنتاج يتجاوز 10 أضعاف الحاجة المحلية، ومشاريع الدواجن توفر نحو 500,000 فرصة عمل للمواطنين في عموم كردستان العراق. هذا ويتكبد أصحاب الدواجن يوميا خسائر مالية كبيرة بسبب هذا الفيروس. قال وزير المالية الباكستاني إسحاق دار إن السعودية أودعت 2 ملياري دولار في حساب البنك المركزي الباكستاني لتقدم بذلك دفعة جديدة للاقتصاد المتعثر بعد اتفاق على حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي. وسيعزز الدعم المالي احتياطات النقد الأجنبي المتضائلة في البنك المركزي والتي انخفضت إلى ما يكفي بالكاد لتغطية الواردات الخاضعة للرقابة لمدة شهر واحد. هذا وحصلت إسلام أباد أخيرا على خطة إنقاذ بقيمة 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في أواخر الشهر الماضي. ارتفعت أسعار النفط معوضة بعض خسائر الجلسة السابقة، مع تركيز المتعاملين على خفض السعودية وروسيا للإنتاج وترقب بيانات اقتصادية قد تساعد في التأكد من وضع الطلب على الخام. وارتفعت العقود الآجلة لخام النفط برنت بنسبة 0.4% ليصل إلى 78 دولارا للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.5% ليصل إلى 73.34 دولارا للبرميل. وكانت الأسعار تراجعت 1% وسط توقعات بزيادة احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية ومن مع جني المستثمرين للأرباح. وهذه انتقالة سريعة إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
نهاية الموجز بأمان الله.